أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. في مصر، ارتفاع عدد قتلى هجوم مسجد الروضة في شمال سيناء إلى 305 قتيل وعشرات الجرحى. محكمة مصرية تصدر حكم الإعدام بحق 7 مدانين بقضية ذبح أقباط في ليبيا في عام 2015. المعارضة السورية تؤكد أن مفاوضات جنيف الثامنة ستعقد في 28 من الشهر الجاري. وفي اليمن، وصول طائرات إغاثية من اليونيسف إلى مطار صنعاء الدولي، واستمرار البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة، ومطالب بفتح تحقيق في اختفائها. وفي أخبارنا المنوعة، بطل العالم لويس هاملتون يتصدر التجربة الحرة الأخيرة لسباق أبوظبي لسيارات الفورميلا 1، وافتتاح أول فندق للكلاب في الهند بهدف إعادة ثقافة تدليل الحيوانات الأليفة في البلاد.